ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد محمد البياتي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى. مرحبا بك سيد محمد. أهلا وسهلا، الله يحفظكم. تمكنت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من الدخول إلى مستشفى السلام في حي الوحدة جنوب شرق الموصل. ما هي معلوماتكم عن سير المعارك والأوضاع هناك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة بدأت اليوم صباح اليوم في وقت مبكر قطعات الفرقة التاسعة المدرعة بالتوجه إلى حي الوحدة وصولا إلى مستشفى السلام. نعم، استطاعت الدخول إلى مستشفى السلام وتحرير المنطقة. نعم، حقيقة هذه العمليات كان مخطط لها قبل أيام، ولكن الظروف الجوية والمناخية، الأمطار التي هطلت في اليومين السابقين أخرت الخطة إلى أن تحسن المناخ. واليوم حقيقة كانت هناك فرحة كبيرة زفتها قيادة العمليات المشتركة الفرقة التاسعة المدرعة بوصولها إلى مستشفى السلام. هناك حقيقة المقاومة كانت ضعيفة من قبل داعش الإرهابي، لأن بالحقيقة كان أيضا هناك صولة لأبناء جهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة المتاخمة لحي التأميم. استطاعت التوغل إلى حي التأميم قطعات مكافحة الإرهاب. نعم، كيف سيكون تأثير تقدم الفرقة التاسعة ودخولها إلى عمق الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الموصل على مجريات المعركة في باقي المحاور؟ لا شك تباطؤ العمليات في قسم من المحاور وإثارة الانتباه إلى فقط الجهة الشرقية إلى صوب قوات مكافحة الإرهاب، كان هناك تحشد من داعش في هذه الجهة، لأن اليوم حقيقة مقاتلي داعش أربكوا بهذه العملية. نعم، مع انطلاق هذه العملية سوف يكون هناك تخبط أكبر لدى هذا التنظيم الإرهابي، بالتالي أتوقع في الأيام القريبة تكون يضيق الخناق على هذا التنظيم من جهة الشمال الشرقي وكذلك من جهة قوات مكافحة الإرهاب. أتوقع أن تكون هناك عملية أيضا في بقية المحاور، لأن حقيقة قبل أيام قليلة كان هناك حديث من قبل القادة الأمنيين من الجيش العراقي من بقية الأجهزة الأمنية على تغيير الخطط والتكتيكات، لأن حقيقة كان هناك هذا التنظيم الإرهابي استخدم في أحياء كثيرة، استخدم المواطنين كدروع بشرية، مما عرقل أو أخر تقدم القوات الأمنية صوب حافة نهر دجلة. أتوقع مع توسع المحاور ومع انطلاق عمليات من عدة محاور أن يكون وصول القطعات الأمنية إلى حافة النهر بوقت أسرع، وهذا يربك العدو أيضا، لأن العدو اليوم ليست لديه القوة والإمكانية والقدرة على مواجهة قواتنا الأمنية. هو فقد المبادرة منذ زمن مع انطلاق عمليات تحرير نينوى. اليوم القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها هي المبادرة، ولكن كنا نحتاج في هذا الوقت إلى تغيير الخطط والتكتيكات للدخول والتوغل داخل المدينة وصولا إلى حافة نهر دجلة. نعم، تواردت أنباء عن استهداف الطيران للجسر القديم، ما صحة تلك الأنباء؟ في الحقيقة من ضمن الخطط أن يعرقل عملية انتقال داعش الإرهابي في هذه عبر الجسور، بالتالي لعزل الساحة الأيمن عن الساحة الأيسر ليتم تحرير الساحة الأيسر وتطويق أيضا الساحة الأيمن من قبل الشرطة الاتحادية ومن بقية القطعات الأمنية. هذا الحقيقة هذه الخطة تربك العدو وتربك داعش الإرهابي وتجعله مشتتا ولا يستطيع التركيز على لمواجهة أي من هذه القطعات.
مما يعجل عملية تحرير مدينة الموصل. نعم، ما هي طبيعة التحركات العسكرية المنتظرة، خصوصا وأن بعض المحاور كانت تجري أو تجري استعدادات واستحضارات خلال الفترة السابقة؟ في الحقيقة هناك كثير من الخطط والاستعدادات الكبيرة لقطاعاتنا العسكرية صوب مدينة الموصل، ولكن هناك كثير من الأمور من غير المؤمن البوح بها، لحين البدء بهذه العمليات، لأن كنا نعلم أن العمليات سوف تنطلق من جهة القطعات الفرقة المدرعة التاسعة، ولكن لأمور أمنية ولكي يباغت العدو من غير الصحيح البوح بنوع الخطط وأي محور من المحاور الذي سوف تتحرك فيه القطعات صوب مركز المدينة. نعم، ما هي توقعاتكم أيضا لمعركة تحرير الجانب الأيمن من الموصل، وهل من الممكن حسم المعركة معركة الموصل قبل نهاية العام الحالي؟ حقيقة من غير الصحيح أعطاء التوقيتات الزمنية لتحرير مدينة الموصل أو تحرير أي بقعة كانت، لأن هناك معوقات لدينا. حقيقة المعوق الكبير الذي يشغل القوات الأمنية، يشغل الجهات الحكومية، هو وجود الكم الهائل من المواطنين محاصرين لدى داعش الإرهابي. هذا العمل، وجود هؤلاء الأخوة، أهلنا في هذه الأحياء، في هذه المناطق، يعرقل تقدم القوات الأمنية لإبعادهم عن أذى المعارك، لأن كما تعرفون المناطق التي تكون فيها اشتباكات تكون عرضة للاستهداف من قبل الطرفين، وبالتالي القوات الأمنية هي حريصة على حياة المواطنين في داخل مدينة الموصل. لذلك أعتقد أعطاء التوقيتات من غير الصحيح في هذه الفترة، ولكن باعتقاد أن هناك اليوم مفاجآت لداعش الإرهابي سوف يتلقاها من قبل القوات الأمنية العراقية في هذه المنطقة. نعم، السيد محمد البياتي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، أطلعتنا على آخر التطورات الميدانية والعسكرية أيضا وتقدم القوات الأمنية في مختلف المحاور، شكرا جزيلا لك.